ما يتعلق بالتشويش على المصلين، كل ما يشوش على أهل المساجد يجب البعد عنه والنأي عنه، لما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوا أصواتكم بالقرآن فكلكم يناجي ربه. وهذا تنبيه إلى أهل المساجد ألا يرفعوا أصواتهم بما يحصل به تشويش، سواء كان ذلك بتلاوة القرآن أو كان ذلك بالكلام أو كان ذلك بالتعزية أو بغيره من الكلام.